اهلا بيكم. هنعمل شوربه لسان العصفور او الترسه، بصلايه متوسطه الحجم هنبشرها، 4 معالق زيت الذره، هنشوح بصل لونه هيصفر معانا، هننزل بمعلقه صغيره من البابريكا ومعلقه من الكركم عشان تدينا اللون الذهبي. هستخدم لسان العصفور او الترسه ايطاليانو، هنشوحها لمده 3 دقائق. هننزل على طول بشوربه لازم تكون سخنه جدا ومغليه علشان يستوي معانا لسان العصفور او الترسه بسرعه جدا، مش هياخد اكتر من 10 دقايق على النار. هنغطيه وهنسويه بطريقة الرز العادية ونهدي عليه النار اول ما يشرب الشوربة بتاعته، مش هياخد 10 دقايق وهيكون عندنا جميل، والبصل هيديه طعم رائع جدا. مش هنحط ملح لان الشوربة طبعا بتكون مملحة. هننزل بالشوربة المغلية على اللسان العصفور او على الترسة علشان طبعا الاتنين يشربوا وياخدوا من طعم بعض وتدينا نكهة او طعم جميل بالشكل ده. ممكن نزود او نقلل الشوربة على حسب الرغبة. هنعصر طبعا ليمون على الوش بالشكل ده، وهي رائعة جدا ومفيدة جدا جدا للصحة وبالهنا والشفاء. لو عجبتكم الوصفة النهاردة متنسوش تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وتشيروا الفيديو في كل مكان.